المخدر رقم واحد في تونس هي التلفز والقنوات التونسية اللي ساهمت في 10 سنين الاخرانيين في تدني المستوى الاخلاقي في تونس. شتيح ورديح وعريه وقريه وفخاخ باين ومناظر افحمتنا بمستقبلها في النضال القومي. كي تجي تلوج تلقى العفن ذايا خارج من صلب الشعب، نحب ولا نكره، يعني ولينا نكونسومي واللي يعطيهولنا. جيبلوش فيلم ايروتيك يقبلو يشيخ ويتفرهن، لانو الشعب هذا صنعولو الكبوت ولا داكن في اللومبراياج. وظهرت في نومينات سياسية تدعي النظافة وهما وقت المخلوع يصفقوا على المدري والجراي اللي يابس عمرها ما تولي تري. العالم اتطور خبرة علماء واحنا نطوروا في التكبير والنفخة ونطلعوا في كلام جديد في السباق. هذه هي الحصيلة اللي باش ندفعوا سومها غالي. جيل جديد متربي على البش والخمج، كيفاش تحبوا يطلع مثقف؟ مو يطلع يخمم في البركاجات، نطرة، سرقة. حاولوا نجحوا في تخدير أصعب فئة عمرية اللي هي الشباب اللي تحطم، خلينا نقولوا معظمها، باش هما يسولوا ويجولوا من غير قلق ومضايقات. الإصلاح يتطلب وقفة وخدمة ويبدأ من البرامج اللي تعدي في مساجات لا إخلاقية وتحفز في الشباب على الاستعمال والجنس والمخدرات. الغرب التونسي نجح في خطه اللي حب عليه وصله، هنا يولي شعب سهل باش تدمغجه وتدخله من البيبان التوجع وتتحكم فيه كيف الماريونات. وقتها تحول البلاد للمستنقع والمستنقع يخرج حيوانات وآفات خايبة. يلتف بينا وبيكم.